اهلا بيكم في فيديو جديد، يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسعادة ان شاء الله. في الفيديو ده هنراجع مع بعض موبايل جديد من شركة فيفو، هنراجع الفيفو في 21 اللي بيكون ضمن الفئة المتوسطة، موبايل بمواصفات وامكانيات ممتازة جدا، وان شاء الله خلال الفيديو هنعرف كل المواصفات والمميزات والسعر. طبعا ما تنساش تدعم الفيديو بلايك وتعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس علشان الفيديوهات توصل لكم بشكل مستمر، ويلا بينا ندخل في كل التفاصيل. هنبدأ بتصميم الفيفو في 21، الظهر من الإزاز والفريم من البلاستيك مع تصميم رائع وقمة في الشياكة كعادة شركة فيفو في كل موبايلاتها، وكمان الموبايل بوزن خفيف جدا 176 جرام وبسمك 7.3 ملي، موبايل هيكون برضو مش تخين في الإيد، ودي أهم مميزات شركة فيفو إن الموبايل بيكون خفيف وسمكه رفيع مش تخين زي ما بنشوف في موبايلات الشركات التانية. ده بالنسبة للتصميم. نيجي للخواص اللي بيدعمها الفيفو في 21. طبعا الموبايل بيدعم شريحتين اتصال 4G وبيدعم تركيب كارت ميموري علشان تقدر تزود المساحة الخارجية زي ما انت عايز، بيدعم تركيب كارت ميموري لحد 512 جيجا، وطبعا الموبايل بيدعم بصمة الإصبع وبتكون موجودة أسفل الشاشة، بالإضافة لخاصية الفيس أنلوك أو بصمة الوجه. الموبايل بيدعم خاصية الاوتو جي لنقل الملفات عن طريق فلاشة خارجية، وبيدعم برضو خاصية عزل الضوضاء والضجيج أثناء استخدام الهاتف سواء في المكالمات أو في مشاهدة الفيديوهات أو استخدام الموبايل بشكل عام. وللأسف الموبايل مش بيدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملي، ولكن بيكون موجود مع الموبايل في العلبة تحويلة لاستخدام سماعات الأذن. أما نظام تشغيل الفيفو في 21 بأندرويد 11 مع واجهة فان تاتش خاصة بفيفو، واجهة سهلة وسلسة في الاستخدام. ده بالنسبة للخواص اللي بيدعمها الفيفو في 21. نيجي للمواصفات الرئيسية. الموبايل بشاشة قوية من نوع الاموليد بحجم 6.44 بوصة وبجودة الفول اتش دي بلس مع معدل تحديث الشاشة 90 هرتز و 60 هرتز، والشاشة بتكون على شكل نوتش على هيئة الووتر دروب، وللأسف النوتش مش لطيف وده علشان الكاميرا الأمامية اللي هنتكلم عليها. بشكل عام الشاشة هتكون في أفضل المستويات خاصة إنها من اموليد وبتدعم 90 و 60 هرتز، ودي حاجة كويسة في الفيفو في 21. اما عن اداء الفيفو في 21، الموبايل بمعالج من شركة ميديا تيك ديمينيستي 800 يو، ثمان النواة بدقة تصنيع 7 نانومتر علشان توفير الطاقة، مع معالج رسومي مالي جي 57 ام سي 3. معالج بشكل عام هيقدم مستويات كويسة جدا خاصة في التصوير مش في الالعاب التقيلة، في الالعاب التقيلة هيكون متواضع الى حد ما، وهو هو نفس المعالج اللي موجود في الشاومي ريدمي 9D، علشان بس تكون عارف ان الفيفو في 21 لعشاء التصوير واللقطة الجميلة. اما مساحة تخزين الفيفو في 21 برام 8 جيجا مع ذاكرة تخزين 128 جيجا بايت. في الفيفو في 21 ممكن تستخدم رام 11 مش 8، وده عن طريق السوفت وير للموبايل، تزود 3 جيجا رام من المساحة الأساسية اللي هي 128. نيجي لكاميرات الفيفو في 21. الموبايل بكاميرا أمامية بدقة 44 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.2، وبتدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K والفول اتش دي والاتش دي، وده بفضل المعالج. والكاميرا الأمامية بتدعم المثبت البصري الاو اي اس علشان تقدر تاخد صورة بدون اهتزاز وتكون صورة رايقة، وموجود فلاش مزدوج من نوع الليد فلاش. ده بالنسبة للكاميرا السيلفي اللي هتقدم أداء رائع جدا لأنها بدقة عالية جدا. أما الكاميرات الخلفية في الفيفو في 21، ثلاث كاميرات خلفية فيها للأسف درزة شوية. الكاميرا الأساسية بدقة 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.8 وبتدعم برضو المثبت البصري الـ OIS علشان الصورة تكون فائقة الوضوح وما فيهاش أي اهتزاز. أما الكاميرا التانية بدقة 8 ميجا بكسل وخاصة بالتصوير الواسع الألترا أنجل بفتحة عدسة 2.2. أما الكاميرا الثالثة والأخيرة بدقة 2 ميجا بكسل ولكن خاصة بالتصوير الماكرو أو التصوير عن قرب بفتحة عدسة 2.4. والكاميرات طبعا بتدعم موضوع الـ HDR والبانوراما والوضع الليلي والتصوير البطيء سلو موشن، وبتدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K والفول اتش دي والاتش دي، وده زي ما قلت بفضل المعالج. نيجي لبطارية الفيفو في 21. للأسف بطارية مش بسعة كبيرة، بسعة 4000 ملي أمبير مع شاحن سريع بقوة 33 واط ووصلة من نوع التايب سي النوع الأحدث. بطارية هتقدم أداء
كويس مش وحش. اي نعم بطارية ساعتها مش كبيرة، ولكن المعالج هيوفر في البطارية لانه بدقة 7 نانومتر. اما عن الوان الفيفو في 21، الموبايل بلونين بس، بالازرق الغامق والازرق الفاتح اللي مدي على بنفسجي. نيجي لعيوب الفيفو في 21. من العيوب اللي موجودة ان الموبايل مش بيدعم منفذ سماعات الاذن 3.5 ملي، ولكن موجود تحويلة مع الموبايل في العلبة علشان تقدر تستخدم سماعات الأذن من خلال التحويلة. وبرضو من العيوب ان الموبايل ما بيدعمش خاصية NFC للدفع الالكتروني الذكي. وبرضو من العيوب اللي موجودة ان المعالج مش الأقوى، ولكن هيقدم أداء مقبول. وبرضو من العيوب ان شكل النوتش مش لطيف، وده زي ما قلت علشان استخدام المثبت البصري في الكاميرا الأمامية. وبرضو من العيوب ان فيفو ما اعلنتش عن وجود طبقة حماية للشاشة. من العيوب اللي موجودة في الفيفو في 21 ان الموبايل ما بيدعمش الصوت الاستيريو عكس المنافسين في الفئة المتوسطة. بشكل عام الموبايل موجه خصيصا لعشاء التصوير واللقطة الجميلة. للأسف في الألعاب التقيلة مش هيكون المعالج اللي انت مستنيه، هيقدم أداء مقبول ولكن مش قوي. نيجي لعلبة الموبايل. طبعا بيكون موجود في العلبة الموبايل وعليه سكرينة تم وضعها بشكل مسبق من الشركة، وبيكون موجود رأس الشاحن بقوة 33 واط ووصلة الشحن الـ USB Type C، وطبعا موجود دبوس معدني علشان استخراج الشرائح وكارت الميموري، وبيكون موجود تحويلة سماعات الأذن اللي قلت عليها، وبيكون موجود كتيب تعليمات الاستخدام، وبيكون موجود جراب ظهر لحماية الموبايل، وطبعا أهم شيء بيكون موجود سماعات الأذن. ده بالنسبة لعلبة الفيفو في 21. نيجي لآخر حاجة في فيديو النهاردة وهو السعر. السعر الرسمي اللي أعلنت عنه الشركة 5690 جنيه للنسخة الوحيدة رام 8 جيجا مع ذاكرة تخزين 128 جيجا بايت. بكده نكون انتهيت من مراجعة الفيفو في 21. أتمنى إن الفيديو يكون عجب حضراتكم. لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، وفعلوا زر الجرس علشان الفيديوهات توصل لكم بشكل مستمر. وأشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.